بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو اللقاء يتجدد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصيام والصحة مع الدكتور عبد القادر المصري. نتشاور، نتبادل الآراء، نبدي النصيحة، نحاول أن نصلح الأخطاء ونحاول أن نعزز فكرة أو ثقافة الرعاية الصحية الأولية من البيت، وتثقيف الناس في كيف إن هم يديروا بالهم من صحتهم ويردوا بالهم من سكرهم وضغطهم وقلبهم وشرايينهم ورددتهم وكلويهم وجسمهم كله، وكيف إن هم يعتنوا بأنفسهم العناية الصحيحة السليمة التي بدورها تكفينا أو تبعدنا عن المضاعفات التي قد تحدث بين هنا وهناك، لا سيما أثناء شهر رمضان اللي هو عادة تزيد فيه حالات الذبحات الصدرية والحالات الجلطات وحالات الطوارئ، تزيد فيه نتيجة التغير اللي هو في نمط الحياة في رمضان، مع العلم أن للصيام الكثير من الفوائد الصحية. أولى هذه الفوائد الصحية قبل أن نبدأ بها، ما تنسوش على الموزع الصوتي، الأرقام الظاهرة على الموزع الصوتي على الشاشة الآن، الاتصال مباشر أو عن طريق رسائل نصية برقم الهاتف النقال اللي هو 092-121-1966. أولى فوائد الصيام هو أن الصيام يعني راحة للجسم، راحة للجسم. أنت لما تاكل 3 وجبات أو 6 وجبات أو العديد من الوجبات في اليوم، ولك كامل الحرية أن تاكل متى شئت وكيف ما شئت وأينما رأيت أنك أنت جيعان بتاكل دون كبح أو عم تكنترول في رغبات الأكل اليومية، هذه في حد ذاتها يعني ترهق الجسم، تعيق العديد من الـ من الـ من الفوائد او عديد من الوظائف في الجسم لاعراض الجسم المختلفه. فالصيام راحه لهذه الاعضاء انها تبني نفسها بنفسها، يعني راحه للجسم، الجهاز الهضمي، راحه للكبد، راحه للكلى، راح عليهم بأن هم يبنوا نفسهم بنفسهم عن طريق الصيام. ولهذا تم اعتماد العلاج بالصيام في الكثير من المراكز في الدول اللي هي غير مسلمة، كألمانيا وكأمريكا وكندا وكبريطانيا، هناك كثير من المراكز يعالجوا الناس بالصيام، يعالجوا بعض الأمراض المزمنة بالصيام. ولهذا الصيام هو علاج وهو وجاء، وهو يعني علاج تخلص من الكثير من المتخلفات في الجسم والسموم. وهذا أيضا فائدة عظيمة من فوائد الصيام يستفيد منها الصائم أثناء صيام شهر رمضان. ولكن الصيام الذي نتكلم عليه دائما، اللي نتكلم عليه الصيام والصيام الصحي السليم، صيام المسلم الصحيح الذي يتبع فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، أي تأكل الثلث طعام والثلث شراب والثلث يقعد فاضية بطنك، يعني تنوض من السفرة ما زال تقدر تأكل، ما زال عندك وسعة تأكل فيه، أما أنك تنوض من السفرة وانت معاش عندك وانت تحط حتى لقمة، فهذا الصيام الذي سيؤثر سلبا على الجسم، يعني نصيم النهار كله ونجوف الليل نفسده ما اللي درناه كله أثناء النهار من فوائد تخلص السموم، من إعادة بناء الجسم، من إعادة بناء الخلايا اللي سنشرحها إن شاء الله، من تنظيم الغذاء داخل الجسم وإنقاص الوزن، من تنظيم السكر، من تنظيم الضغط، من تنظيم القلب، من تنظيم الشوارد في الجسم، من تنظيم الكبح أو الرغبة داخل الجسم، وهو علاج من علاجات الكآبة وعلاج بعض الأمراض النفسية عندما يتم يتريص عليك شيء انت ما تقدرش تتصرف معاه، انت ما عندكش حل الا انك انت
تقول لا سمعنا وطعنا. لما واحد يقول ما فيش ماكلة من إلى وتشوف الماكلة وانت عندك رغبة فيها وهذا الرغبة يعني تكبح أو تجمد هذه الرغبة فهذا علاج نفسي في حد ذاته، علاج نفسي في حد ذاته، عرفت كيف؟ يعني كل ما تشهى تاخذ هذا هو عبارة عن يعني عبارة عن تقودك إلى شخصية يعني قد تكون فيها نوع من النوع من الخلل النفسي، لكن عندما ما أردت لا تستطيع أن تناله ويكون هناك في كبح لرغباتك فهذا هو علاج نفسي في حد ذاته. نعم، فهذه الأشياء المهمة اللي احنا حناخدوها واحدة واحدة، ناخدوها واحدة واحدة بإذن الله تعالى، لكن نبدأ إن شاء الله في اتصالات، وكل ما سنحت الفرصة وهو صعب جدا كل ما سنحت الفرصة نشرح واحدة منهم بحيث أن نكون وإحنا اليوم نبدو بالثلث الأول وهو ثلث فوائد الصيام. أنا عارف اتصالات زحمة كبيرة جدا وعارف أن الاتصال ليس بالأمر السهل يعني، ولهذا أنا أتأسف جدا، حتى الشيخ أمس حاول أن يتواصل معنا بشي يدير مداخلة اللي هو لكن الله غالب ما حصلناش كيف، إن شاء الله بكشي نحصله اليوم الدكتور علي، ولكن إن شاء الله بإذن الله نحاول أن احنا نوفق بين هذا وهذا. أيضا المكالمات اللي هي الرسائل، أنا لم أهمل الرسائل، عندما أقول رسائل نصية رسائل نصية، أمس بس وصلتني 1040 رسالة، 1040 رسالة في يوم واحد وهو رقم كبير جدا، حاول بقدر المستطاع أن أجد لهم حلقة خاصة بإذن الله تعالى، لعل يكون كل جمعة خلوه أنه هو رد على الرسائل كما فعلنا في الماضي في السابق يعني في سنوات سابقة. من معي أول اتصال أعطيه لي؟ دكتور عمر من الخمس، تفضل يا عمر. الله يبارك فيك. والله يا دكتور بنسألك، أنا عندي ولدي عمره 11 سنة شرب ميه هدأ، لما درت التحليل التراكمي يطلع 5.5، ما عنده شيء ولدك؟ 5.7، أموره طيبة ما عنده شيء. كم عمره ولدك؟ عمره 11 سنة. قديش وزنه؟ وزنه والله وزنه ما نجيبه يا دكتور، ما عنديش أنا خلفية. غليظ شوية؟ غليظ؟ لا معدل 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 معدل. لقيت التراكمي قداش؟ 5.5. لا 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 مو تغليظ، لا لا 5.5 لقيت التراكمي. ايه اوكي. شوف وليه 5.7 قداش؟ 5.7. 5.7 هو طبيعي الحق امانة، وانا انك الفاريشنز يصير في المعامل باي، لكن يخش الحم. شوف شوف يا 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 يخش الحمامات يا دكتور، ويخش حمامات بيشرب ميال ده. شوف خويا عمر، السكر النوع الاول اللي جي عند الاطفال ما يستناكش، راهو ما يستناكش لنصح كيفيتك باش تمشي للطبيب وكذا. المريض اول ما يبدا عند السكر ابدا اذا ما تعالجش في خلال ايام الشهور الاولى يخش في حموضه، يمشي يخش العنايه ويعدوا له الحموضه متاعها ويعطوه يعدوا له البوتاسيوم ويعطوه سوائل ويعطوه يبالي، وذاك الوقت يطلع التراكم بتاع 12-13. ولهذا الاعراض اللي تحدث دخول الماء، دخول الحمام هلبه وشرب له ميه هلبه قد تحدث حتى في غير السكر، راهو مش بالضروري السكر، فهمني كيف؟ فطالما درت له تحليل تراكمي هو 5.7 هي مرحله ما قبل السكري امانه يعني، لكن ما اظن ان ولدك 5.7 5.5 مرحلة يعني ما هيش مرحلة سكري، أنا ما أعتقد أنه عنده سكري، مستبعد جدا جدا، ولكن ما فيش ضرر وما فيش باس لو أخذت الطبيب سكر أطفال، وأنا متأكد منه 99% وتسعة من عشرة ولدك سليم ما عنده حتى حاجة، لكن باش نديره تحاليل تانية وباش نطمنه ونتأكده أنه أموره طيبة، لكن نبو دكتور حتى مسالك بولية أطفال، نبو نعرف علاش الولاد يخش الحمام هلبة، ومرات المية شراب المية هلبة، احنا نعرف الصغار تحطها في جنب المية ما يبطلش الشراب حتى ما يبيش يشرب يلعب بيها، فهمت؟ وتسبب كل شوف الداخل خارج، هذه نقطة، لو الداخل ما طلعش خارج راني في عندنا مصيبة كبيرة وتصير في الجسم، لازم اللي بتشربه بتطلع مية سواء عن طريق العرق
عن طريق التنفس، عن طريق البول، عن طريق البراز، المية لازم تطلع ضروري. فهمتني؟ فهمت. ولهذا احنا قلنا بالمضمون نمشي لدكتور سكري اطفال يطمنك، لكن انا نطمنك باذن الله تعالى ما في شيء، 5.5 كويسه، وقست السكر عادي. عادي لا عادي السكر. قستوا له؟ لا لا ما قستلاش. لا قست عادي، جيب الجهاز جلوكوميتر هدايا واغسل له يديك كويسات، اغسل له يدياتها بميه ودير له تحليل وشوفه ان شاء الله. ما يطلع شيء. باذن الله ما في شيء ان شاء الله. منو؟ حدهم من الزنتان تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا دكتور؟ مرحبتين بك. دكتور انا من قبل رمضان. حاولي تليفونك من جنبك، عندك تليفون يشري من جنب او عندك خط ثاني؟ عندك خط ثاني يبدو لك. حاولي بعيد عن التلفزيون يا حدهم. نسمع فيك. نسمع فيك يا دكتور. اي حاولي بعيد عن التلفزيون وعرفني كيف وتكلمي. تفضلي. اي دكتور على التلفزيون بعيده. تفضلي. اي دكتور انا قلت لك قبل رمضان هيك ثلاث ايام اربع ايام مشيت درت تحليل التراكمي، ما كانش عندي شيء، ما كانش عندي سكر ولا عندي اي حاجه ولا كان عندي عرض ولا اي شيء. مشيت هيك بالصدفه درت تحليل التراكمي طلع لي 6.8. 6.8. امك وابوك عندهم السكر؟ امك ابوك اخوتك اخواتك عندهم السكر؟ المهم دكتور درت تحليل وطلع لي 6.8 وما اخذتش اي علاج ولا اي شيء. باي انت تحتاجي. قبل درت تحليل صايم طلع لي 95، درت تحليل وانا فاطره طلع لي 140. لا تبي حاجه ثانيه، تبي حاجه اسمها جي تي تي اللي هو جلوكوز تولرنس تيست اللي هو قوه تحمل السكر، اللي تمشي للمعمل صايمه ياخذوا منك عينه. باهي ياخذوا منك، تو نعطيك النصائح اللي المفروض تديريها، ياخذوا منك عينه، العينه هذه الصبح صايمه بعد يعطوك حاجه حلوه على الاخر، هذه بديريها بعد الافطار طبعا في 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 الافطار في رمضان، لكن تو نقول لك كيف انك ادي شنو المفروض يندار. وبعدين ياخذوا منك عينه الصبحيه بعد يعطوك حاجه حلوه 75 جرام سكر، بعد يقيسوا سكرك نص ساعه وساعه وساعتين، هذا باش نعرفوا انك انت عندك يعني اللي هو مرحله ما قبل السكري او عندك عدم قوه تحمل السكر. اذا نجحتي المفروض صايمه تظل تحت ال 115، بعد نص ساعه المفروض على 160 فما تحت، بعد ساعتين المفروض تحت ال 140 باي فما تحت، اذا كان لقينا بعد نص ساعه 200 او لقى بعد ساعتين 190 200 احنا نقول ممكن عندك انت السكر او عندك اضطراب في السكر او عندك استعداد لسبب السكر. طبعا بوك وامك واخواتك اخوتكم عندهم السكر ما عندهمش، وزنك مهم جدا حتى هو، فافضل طريقه تو انك تعاملي نفسك معامله مريض سكر. ولكن 6.8 ممكن يكون مش مظبوط، اكيد درتيه في الزنتان، ممكن يكون معامل غذائيه مش ذو كفاءه عاليه كما هو الحال في طرابلس، ممكن تجي هنا لطرابلس في اكتب في معامل معينه معروفه كويسه جيده جدا ممتازه عندها ستاندرد عالمي تعاودي، ممكن تراكمي غير صحيح، مش ضروري انه يكون عندك سكر جديد وطلعت لك اعراض حتى نقطه ثانيه. اذا انا نتكلم عليه بوستن كونز، يعني نتكلم عليه على 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 الجهه النيجاتيف والبوزيتيف السالبه والموجبه، يعني اذا كان عندك سكر احتمال انك انت ما تطلعش اعراض، توا احتمال انه هذا سكر ولكن مازال ما طلعتش اعراض، واحتمال انه ماهوش سكر بكل وما فيش اعراض، واحتمال انه كلتا الحالتين تعاملي نفسك معامله السكر، حلويات، عصائر، مشروبات، معجنات بيضاء خاصه في رمضان توا تبطليهم تتريدي، كان عندك وزن زايد تنقصيه، عرفت كيف؟ وبعد رمضان ديري تحليل اللي هو قوه تحمل السكر، لان قوه تحمل السكر يبي واحد فاطر، ما يبيش واحد صايم، يبي تمشي صايمه وبعتالي بعد نص ساعه عرفت كيف يعطوك حاجه حلوه وبعتالي يقيسوك السكر بعد ساعه وساعتين، في رعايه الله يا حد. اللي بعدها يا عبد الرحمن. منو؟ آمنة من طرابلس، تفضلي آمنة. سالمة. تفضلي يا سالمة. هاي. كيف حالك؟ كل سنة طيب. وأنت طيبة بخير يا أختي، تفضلي. أنا طبعاً مريض طفت بس لي 3 سنين توصل معك. باه ما شاء الله عليك، كيف باه؟ أنا عرفت نبيك تعدل لي جرأة من أنا قلم من البرتقالي توا أزرق هو ورصاصي، نبيك تنظمهم لي بعد من الفطور للسحور. تا
تو البرتقالي في الدولة عندهم هذا يعطوا لك هذا بدلة صح ولا لا؟ ايه ايه يعني كنت دخلي في هذا اعطوك هذا سوسوا ما فيش فرق. ايوه قالوا لي نفس المفعول. ورصاصي تاخذي في هدايا صح هو؟ ايوه صح. طيب قداش تاخذي في البرتقالي هي؟ ناخذ في البرتقالي تو في الايام في الفطار عدلوا لي دكتور على اساس 12 في الفطور 14 في الغداء 12 في الليل. من دكتور من دكتور يعدله لك؟ والله دكتور في المستشفى. باه كويس. تو ديما جرعات ديما خليك على طبيب واحد يا اختي ما تقولش تبدلي في الطب كانك انت مشيت لدكتور معين في الدكتور وفي لما تبدي عند دكتور معين وفاهمك وفاهم شغلك وفاهم حالتك وفاهم كل شيء ما عادش تغيري تقول تغيري في طبيب كل مره تغيري طبيب ما مش مشكله على كل حال يعني غير فقدت هذه هي جد عابره بننصحك بها على كل حال وجبه الغداء قداش؟ لا 14 اعطيني جرعات الافطار اعطيهم لي كلهم جرعات الافطار لما كنت داخل 14 12 12 ورصاصي رصاصي 40 12 و12 24 و10 34 ممتاز خذي تو جرعه الغداء قداش 14 حطيها في الفطور تمام حطيها قبل الفطور امتى قبل الفطور يعني تو مرضاي كلهم اعطيتهم اوراقي واعطيتهم نصايح لرمضان في ورقه مكتوبه واضحه موصوف فيها كل الكلام اللي المفروض يندار 14 اول ما يقول الله اكبر يدن تاخذي تمره وتصلي صلاتك بعدين تجي الفطور تاخذي 14 وتفطري مباشره من البرتقالي او السماوي بعدين في السحور مبدئيا اني نعطي حتى في العشاء اللي هي ما بيناتهم الزوز لكن لانك لك فتره ما جيتينيش ما نعرفش حالتك كيف انا نعطيك حتى في السحور اللي هو الماير العام اللي هو اللي اكثر انتشارا تاخذي 10 في السحور الساعه 4 الفجر قبل قبل تسحري 4 وتتسحري ما بيناتهم الزوز الساعه 12 في الليل تضربي رصاصي رصاصي امتى باهي الساعه 12 في الليل 40 ولا 40 نحي منهم من 20 ل 30% هيك يديروا من 20 ل 30% الاساسي نحوا منه 20 ل 30% من هو ينحوا ل 30 من هو 20 هذا حسب تقييم الطبيب وقياسات السكر بتاع المريض كان عاليه وعلى الحاشيه ناخذ نحو 20 كان نازله اموره طيبه نحو 30 اذا شنو نديروا؟ تاخذي 30 بدل 20 بدل 40 30 اذا تاخذي 14 في الفطور 10 في السحور و30 الساعه 11 في الليل تاخذي في حبوبه لا الحبوب يوقفوهم في رمضان باي انت يبدو لي لك فتره طويله ما جاتينيش لانني غيرت البروتوكول بتاعي وغيرت النظام ودخلت حبوب لا سامحني شويه انا ناخذ توا 14 في الفطور بعد ما ناخذ طمره وكلها يغير بسرعه بس ايه الساعه 12 قداش مش ناخذ 30 رصاصي 30 رصاصي وساعه 4 الفجر خذي 10 برتقالي باهي تمام برتقالي لازم ناكل ولا طبعا لازم والرصاصي مش محتاج خلاص معش ناخذ دواء كيف معش ناخذ الرصاصي خلاص معش ناخذه رصاصي الساعة 12 في الليل قلت لك 30 ايه 30 معناها مش 40 باهي تمام 30 الساعة 12 في الليل شكرا وتو نعدل ونرد عليك نتصل بيك مش مشكلة إن شاء الله يلا مع السلامة ما تعدليش وتتصلي بي تعدلي وترجعي لدكتورك اللي يعالج فيك شو تكلميني في التلفزيون باش نعدل لك جرعات مش مضبوطة أنا عدلت لك جرعات تو بصفة عامة لكن المفروض دكتورك هو اللي يعرف كل كبيرة وصغيرة عليك ويديرك تحاليل المفروض انت قبل رمضان درتي تحاليل وشفتي التراكم بتاعك وشفتي سكرك كيف ودرتي قياسات السكر ورفعتيها للطبيب وعدل لك الجرعات وخذتيهم مش ثاني يوم رمضان تكلمي كيف ناخذ علاج في رمضان. هادو الناس اللي نتكلموا عليهم احنا ديما هادو الناس نقولوا يا جماعه شويه التزام شويه احساس بالمسؤوليه شويه احساس بالنفس ربي اعطاك النفس هذه باش تتصونها الناس اللي تاخذ في جرعات زي ما تاخذ في اختنا من طرابلس سالمة جو من شهرين فاتوا واخذوا جرعاتهم وتنظمت امورهم يا سلام عليهم مش ناخذ جرعات عمياني من قال لك ان جرعات ما تبيش تغيير من قال لك ما نحتاجوش علاج حبوب مع الاباري من قال لك تو ليه ما نقدرش نقولها تاخذي برتقالي ثلاث مرات في اليوم بينما اكس من الناس يجيني في العياده نشوف فيه انا وعارف كل كبيره وصغيره عليه نقول لا انت راه ما يمشيش معاك جرعه واحده نبو فطور وعشاء وسحور ورقة واتية جاهزة موصوف فيها كل شيء. نعم. حنين مغريان هيك المفروض يندار يا
حنين تفضلي يا حنين، مرحبتين بك. السلام عليكم دكتور. اهلا وسهلا، سلام ورحمه الله. دكتور عندي امي عندها السكر. كم عمر امك؟ كم عمرها؟ 70. 70؟ ايه. ربي يعطيها طولة العمر. به ايه ان شاء الله يا ربي يسلمك. ايه تاخذ شلها تو اخر مره مدير التراكمي طلع لها 8.8. يعني 9. اوكي، شنو دخل في علاج؟ والسكر العادي 165. خليك منا السكر العادي مش مهم، المهم قديش لي عند السكر. نعم. اهم شيء التراكمي، واهم شيء قديش لي عند السكر. ايه 8.8 السكر. قديش لها عندها السكر؟ قديش لها عندها السكر بنتي؟ والله يمكن 10-12 سنة هيك. 10-12 سنة، شنو دخلت في علاج؟ علاج؟ دخلت في علاج وتاخذ في ال 850 منظم في الغداء كانت وفي العشاء. 850 مرتين في اليوم، شنو ثاني؟ وال 30-70 قبل 30-70 تاخذ جرعة كانت 24 وفي الليل 12. في الليل 12. والتراكم التراكم 9، معناها الدوام يخدمش كويس. هو هذا يا دكتور حسيتها، لان حتى قبلها باربع شهور التراكم نفسها كان 8. نقول لك تعديل في العلاج هي. نقول لك كيف سكر امك. سكر امك يا اما نود الصبحيه تلقاه نازل، تمشي تاخذ تضرب الابره 30 ولا 24، ما يجي الغداء لما تلقاه هابط وبعدين نازل، وبعدين تمشي تتغدى غداء كويس، بعد الغداء تلقاه 300-400، وبعدين في الليل حتى يصير هبوط، وهلما جرى مرتفع نازل مرتفع نازل غير مستقر، وهذا السبب الرئيسي في عدم استقرار التراكمي. امك تبي تغير الدواء كله بنيتي، تغير الدواء كله، تبي تحول برتقالي ورصاصي. انا بنعطيكم طريقه اليوم جديده كيف ممكن تحول من المكستار 70-30، كيف تحول من المخلط الى اللي هو الى سريع وبطيء. تو لو فرضنا ناخذ مثال، هذه اختنا اللي هي ام حنين. ام حنين تاخذ 70-30، تاخذ في 24 و12، 24 زائد 12 يساوي 36. ال 36 اقسمهم على زوز كون 6 قول 40. 20 هذا ناخذوه اساس رصاصي، 20 رصاصي في الليل الساعة 11 في الليل أو 12 في الليل، حتى في رمضان توا 11-12 في الليل 20، والعشرين الثانية في رمضان توا نقسموها على زوز، نقسموها على زوز. شو نديروا؟ نديروا 12 فطور و8 سحور. باهي، نلغوا الحبة في رمضان 850 ولا مليتو فيكس ولا زقدو ولا سنجارد ولا اللي هو، نلغوه الحبة ونشوفوا كيف السكر، كيف نقيموه. نرجعوا نقيموا العشرين، العشية كيف يقيموه؟ احنا مش ضربناه الساعة 12، هذا المخلط طلعنا منه، ناخده في 24 و12، ولو 36 قربناه من 40 قسمناهم على زوز، ولو 20 ب 20، 20 تنقسم جرعة سريعة 12 قبل الفطور و8 قبل السحور، يعني شن ناخده؟ ناخده الجرعة اللي هي نقسموها، مش نقسموهاش بالنص 20 و20 اللي هو 20، نقسموها 20 نقسموها 10-10، لا ما يجيش، يصير لنا هبوط في بعد الفجر. فناخذوا 12 نقسموها، نديروا 12 فطور و8 سحور، يعني ننقص حوالي ندير نص الجرعه زائد 20% من نص الجرعه يولي 12، والسحور نص الجرعه ناقص 20% من 10 تولي 8. باهي، والرصاصي ناخذوا 20 الساعه 12 في الليل ونجوا العصريه زي التاو، نقيسوا السكر، كان لقينا السكر تحت ال 120 معناها العشرين بتاعنا كويسه، كان لقينا السكر بتاعنا اكثر من 120 معناه العشرين اللي اخذناه في السحور مش كويسه، معناه لازم نزيدوها. قديش تولي ثاني يوم؟ تولي 22 بد من 20، ونشوف السكر في العصر نزل، اللهم بارك، ما نزلش تولي 24، ما نزلش تولي 26، ما نزلش تولي، ما توقفش زياده الرصاصي لين السكر على العصريه يولي اقل من 120. هذا المفروض اللي يندار احنا باش نحوله من المخلط 70-30 الى السريع بروحه والبطيء بروحه، لان في بعض الحالات لازم يغير توا، لازم يغير، لان 70-30 ما يمشيش في الصيام معاه بفتره نص رمضان، يا اما عالي يا اما نازل وما مش ماشي معاه. والتراكم بتاع ام حنين قاعد كل يوم في زياده، كانت 8 ولا 9 ومن 9 بيولي 10 و12، معناها الدواء غير فعال، لازم يو هاف تو ستوب هير، نوقفوا هنايا
ونغيروا العلاج بالطريقه دي ونزيد نحاول نشرحها مره ثانيه. اذا نجمعوا مجموع الجرعات المخلوطه المخلطه نجمعها كلها مع بعضها ونقسموها نصين، نص نديروه بطيء ونص نقسموه سريع، سريع بين فطور وسحور. الفطور نزيدوه نقسموه نص نص، لو فرضنا زي ما قلنا 40 10 10 نقصوا بالسحور 20% ونحطوه في الفطور يولي 12 8. نعم هيا اعطيني هيتم اللي بعد. هاي هشام من زوارة، تفضل يا هشام. وسام السلام عليكم دكتور. مرحبتين بك يا وسام، كيف حالك؟ مبارك عليكم رمضان وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. منا ومنك ان شاء الله، مبروك عليك رمضان اخي. شكرا. انا يعني عندي الوالده يا دكتور عمرها 84 سنه. 84 سنه الوالده. اي النوع الثاني يعني إيه؟ تبعت الهيستوري بتاعها اكثر شيء. اي فبنعطيك خلاصه بس على الدوام تاع شهر رمضان كيف فيها امس. باه نعم. هي طبعا كانت تاخذ في حبوب فقط فتره إيه؟ طبعا لها بالضبط 30 سنه عندها السكر. اي اي من 55 جانها هيك. كيف كانت تاخذ حبوب بس 30 سنة؟ الفترة الأولى بعدين غيروا على المكستار 30. إيه إيه نعم نسمع فيك. إيه تسمع فيك يا دكتور؟ نسمع فيك، نسمع فيك كويس جيد. إيه تمام. طبعا الجرعة بتاعها السكر طبعا الصايم تسمع فيها الصوت نسمع فيك السكر لا نسمع فيك كويس غير استرسل. إيه إيه ما يفوتش 130 السكر صايم. شن تاخذ في علاج توا؟ نعم شن تاخذ في علاج؟ او تريد تاخذ مكسار 30 70 قديم هذا كان تاع الانسولين شيشه بالمخ 70 30 ايه حليب وميه 70 30 ايه مكسار خلاص السكر نتاعها الصائم عاده في الايامات العاديه يكون 130 120 هذا لو كان مرات بعد الاكل يوصل ل 170 180 بقى كويس 70 30 قديش تاخذ يا وسام؟ تاخذ في 20 ملي الصبح ايه وتاخذ في الليل 10 30 10 في 20 10 باه كويس نعم تو في رمضان توني درت شني امس طبعا هذا أمس شنو درت؟ يوم الموسم دارت إبرة في الليل ورقدت قست لها قبل الفطور بساعة ساعة 6 هيك قست لها لقيتها 112. قولي قداش تراكمي نتاعها الأخير؟ أه تراكمي قداش؟ تراكمي آخر تراكمي 7.1 7.2 لا مش بطال بالنسبة لي عمرها كويس ممتاز. شوف يا وسام شوف يا وسام وسام أنا عندي نعم. فكرة أنا عندي فكرة أنا عندي بالنسبة لي قناعتيني جميع المخلوطات الانسولين المخلوط احنا الليبيين في الغالب ما يمشيش معانا في الغالب والسريع والبطيء كل واحد بروحه في الغالب وانا اعطيت محاضرات عديده في كل المؤتمرات في كل الاماكن تو اخر واحد تو قبل رمضان باسبوع ولا بعشر ايام اعطيت محاضره بالدراسات العلميه اللي اثبتت فعلا ان السريع والبطيء منفصلين افضل بكثير المرات من المخلوط لكن بط حط بط بي و تي ولكن المريض اللي ياخذ في المخلوط وسكره كويس زي ما تكلمت انت واموره طيبه عرفت كيف يقعد عليه وياخذه يستمر به بالطريقه لان في دراسه 1 2 3 اسمها 1 2 3 ستدي قالت ان حتى لو خلينا المريض على المخلوط 70 30 او نوفو ميكس اللي هو هدايا باهي او لهذا لازم ياخذه 3 مرات 3 مرات ياخذه يعني امك تاخذ 20 و10 تاخذ 10 فطور 10 غداء 10 عشاء باش نغطوا الغداء وجبه الغداء ضروريه احنا غدانا رانا دسم كبير ما فيش يبره فيه ما نغطوش شي غلط في الصيام في رمضان في الصيام في رمضان شو نديروا جرعه الفطور نحطوها سحور نحط سوري جرعه الفطور نحطوها فطور امك تاخذ في 20 فطور نحطوها 20 فطور جرعه السحور نقصوا منها 20 30% جرعه العشاء يعني امك تاخذ 20 و10 20 نعطوها 20 كامله تاخذها قبل ما تفطر قبل الفطور طبعا مكستار 70 30 بربع ساعه ب 10 دقائق باي وناخذوا العشاء وناخذوا العشره اللي في الليل اللي كانت فيها قبل في الليل نعطوها لها 8 نحو منها 20% ونعطوها لها قبل السحور. باي واضح يعني تاخذ 20 و8 الحبوب تلغى في رمضان. هذه هذه هذا اخف شيء يا وسام لكن واضح. انا نقول لك انا متورمين سيتها يا دكتور سامحني 500 ما تاخذهاش في رمضان ما تاخذهاش تاخذ ابره بس في رمضان ما يلحقش
ما يلحقش رمضان، نادر جدا ونخلي في الحبوب مع الإبالي في انسولين، نادر جدا اظني ما اظني اقل من 2% او 3% ونقول له خلي الحبه مع الابره، نادر جدا. دائما انا في رمضان اللي ياخذ في الابره نخلي له في ابره بس، واللي ياخذ في الحبوب طبعا على نوعيه الحبوب ننقص له، في حبوب ننقصهم، في حبوب نلغيهم، في حبوب نخليهم، طبعا هذا يختلف على نوعيه كيف. لكن لكن يا وسام، الكلام اللي نقول لك فيه انا توا حسب قناعتي عكس قناعتي، راه أنا عبد القادر المصري مش مقتنع بالمخلوط بكر إطلاقا بجميع أنواعه، وتعرف ليبيا كلها يعرفوا، والدكاترة كلهم تعرفوا، والمرضى يعرفوا إني أنا مش مقتنع به، لأن أنا اشتغلت في بلاد فهمني كيف مش موجود المخلوط بكر ما يعطوا فيه الحد. لم أرى واحد في أمريكا، أنا 33 عام ما رأيتش واحد في أمريكا أنا شخصيا يعطوا فيه المخلوط، كلهم يعتدوا بالسريع والبطيء مفصول. والدراسات أكثر من 6 دراسات معروفة كبيرة، دراسات كبيرة تقول إن السريع بروحه والبطيء بروحه أفضل بكتير من أو بهلبة من المخلوط. طيب السؤال يا وسام، معلش يا وسام أنا خلاص أوكي يعني أن نجاوبك حتى you are offline يعني ماشي. الجواب قداش نسبة، وديما نسأل فيها في كل محاضراتي وفي كل اجتماعاتي يصير ونعطي محاضرة، ودائما أنا معروف أن الهجومي شرس جدا على اسمك ستارت 70-30، قداش نسبة اللي بين ياخذوا في 70-30؟ قال دكتور إبراهيم الشريف أكثر من 70%، أكثر من 70% ياخذوا في، معناه إحنا في طريق غلط. طالما أن الدراسات تقول أن السريع بروحه والبطيء بروحه أفضل من المخلوط من 70-30 أو نوفو مكس 30 أو 60-40 أو 50-50، لأن فيه مش 70-30 بس، راهو في 70-30 اللي هو الإنساني إنسولين هيومن اللي هو المكستارد 70-30، وفي النوفو مكستيرتي اللي هو أنالوج مخلوط من حاجتين، مخلوط من النوفو رابد ومخلوط من الليفيمير ماشي. لاحظتوش أنني عندي يبرة شيشة جايبها ما نخدمش بها بكل إطلاقا إلا نادر جدا، باهي كويس. باي واحد زي أم وسام سكرها ممتاز، أمورها طيبة في توا، وتراكمية 7 وبعمرها 84 سكي، لأن التراكمي الآن تفصيله يختلف معاش حاضر 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 مهمة النقطة بس حاضرة، اتصالات هلبة يستنوا وأنا حاضر غير نقول النقطة دي، لأن توا بدأ التراكمي حسب العمر وحسب المرض وحسب المضاعفات، ما عادش ولا التراكمي كله يعني one size fits all، يعني مش رقم واحد بدي هذا نبولة تراكمي 6.5 وهذا نبولة تراكمي 7 وهذا حتى 8 معليش، تو 84 عام old حتى 8 ما فيش مشكلة يقبلوها في التراكميات الجديدة في الأبحاث الجديدة أوكي. طيب كويس أمورة طيبة يا سلام عليها أوكي، لكن في رمضان، في رمضان المكستارد المفعولة أسوأ بكثير من السريع والبطيء، حتى لو كنت تاخذ في مكستارد وماشي معك مليح في رمضان، وفضل يا وسام ان تاخذ السريع بروحه والبطيء بروحه، تواصل معي يا وسام 092-121-966 ونقول لك كيف كيف تفصل الجرعات، كيف تعطي برتقالي، كيف تعطي رصاصي، وباذن الله تعالى بعد رمضان مش حترجع لها بال 70-30 بكم، لانك حتلقى المراه وضعها كويس. المريض لما نحاولوه من 70-30 ولا نعملوا نوفو مكس ونحاولوه على السريع والبطيء يقول شن هذا شن درت لي يا رجل، استريحت يا رجل، وليت ناكل كويس يا رجل، وليت مستريح يا رجل، الالام اللي كانت عندي اختفت، الهبوطات اللي كانت عندي مشت، الارتفاعات اللي كانت عندي مشت، شن درت لي انت؟ ما درت لك شيء، انا غير حولت لك علاجك من علاج، عرفتني كيف؟ انا مش مقتنع به العلاج، انا مقتنع به، وهذا المرضى يعرفوا الكلام هذا، كل المرضى اللي يسمع في كلامي هذا يقول والله لا فعلا، يقول فيه الدكتور هذا فعلا اللي كنا نقوله فيه ونقوله فيه. نعم ميلاد يا حاضر حاضر، معاش نتكلم خلاص ناخذ تليفونات بالسي، حاضر يا هيثم حاضر، اعطيني انت، قال لي التليفونات هلبه زحمه ولازم ناخذ التليفونات. هيا ميلاد تفضل تفضل يا ميلاد. السلام عليكم. مرحبتين بك، قوي لي صوتك يا ميلاد وبعد لي على التلفزيون. يا باباي. ايوه دكتور. نسمع فيك يا ميلاد. كل سنه وانت طيب يا دكتور. وانت طيب خير، وانت طيب الله يبارك فيك يا دكتور. عندي مريض عند ال تليفونك ممكن عندك خط ثاني شريين او انت قريب من التلفزيون. ايوه دكتور.
تليفونك كان عندك خطين إشاريين سكرة ولا في حد في جنبك تليفون إشاريين؟ أيوة دكتور نسمع فيك يا ميلاد تفضل بسرعة روقت ماش عندي التراكمي عندها متاع 8 وعاينة عندك يا دكتور وعطيتها حبوب فيتامين دال الحبوب سبب لها حساسية وسبب لها هرش الأسبوع الأول قلنا مش منها لما خدت الأسبوع الثاني جيت نفس الحكة وعندها هرش لا لا بشوية خلي نفسر كلامك هي عندها سكر وعطيتها حبوب فيتامين دال حبة في الأسبوع لمدة 3 شهور صح ولا لا لا غير نفهم ميلاد يا ميلاد خليه لي ميلاد بالله عليك يا هيثم اسمع يا ميلاد نسمع فيك يا أيوة ميلاد دكتور اتو نسمع فيك ايوه نسمع فيك باه خلي باش نعلق عليك باش نقدر نعلق انا باه ايه خديت حبوب أيوة. الحبوب داروا حساسيه قلت كيف يا دكتور قلت الحبوب داروا لها حساسيه ام حبوب داروا حساسيه انت درت لها تحليل فيتامين د طلع فيتامين د ناقص اعطيتها حبوب انت باه داروا لها حساسيه قلت ايه عندها حساسيه كل اسبوع الاول احتمال مش منها لكن الاسبوع الثاني أكيد. الاسبوع الاول مشت امورها كويسه الاسبوع الثاني بدت عندها حساسيه من الحبه لكن الاسبوع الثاني لما اخذتها زادت مش من الحبوب بكل anyway باه حاضر ماشي باه والسكر السكر شن تاخذ شن علاجها قد تاخذ بي انت قلت لها في الصيام خذي خذي 18 وقبل تاخذ بي في 24 ايه رصاصي هذا ايه القلم الرصاصي ايه والبرتقالي لا البرتقالي ما اعطيتهاش انت اعطيتها رصاصي لكن امورها معها كويسه 100 باي 100 كويس معاها في حبوب ولا رصاصي ايه حبوب منظم تقريبا او حاجه ايه منظم انت مش ضابط حتى دواء المدام راهو يا يا ميلاد يا ميلاد اسمعني يا ميلاد اسمعني اسمعني توا دواء السكر كويس سكرها كويس امورها طيبه صح مشكلتها الحساسيه من حبه فيتامين د صح صوت ما نسمعش شيء كويس يا دكتور مشكلتها من حساسيه من حبه فيتامين د زي ما قلت انت قلت ان سكرها كويس اوكي نجاوبك سكر لي خلاص تمام تمام سكر لي نجاوبها ان شاء الله يسمعني اسمعني فيتامين حاضر حاضر معلش على السريع فيتامين دال هو عبارة عن مادة ناقصة في الجسم نعطوا فيها يعني عبارة عن حاجة ناتشورال حاجة طبيعية ماشي دواء يعني هي الكالسيفيرول هذايا ماشي يعني ما هواش دواء يعني لما نعطوه اوكي حاجة طبيعية في الجسم هذا رقم واحد رقم اثنين قال الأسبوع الأول أعطيناه حبة ما دارتلاش حساسية الأسبوع الثاني دارت حساسية اللي يدير حساسية من أول يوم يا ميلاد من أول يوم أنا عندي حساسية من البنادول خذيتها من هنا والطفح الجلدي طلع لي من هنا عندي حساسية من الدحي خذيتها من هنا وطلعت لي حساسية عندي حساسية من الجبنة من الحليب عندي حساسية من من حبة الأسبرين من حبة الضغط تطلع ما نفوتوش أسبوع فتنتفكوا الحساسيه من حبه فيتامين د الاسبوع الثاني فيتامين د خوده الحساسيه مش منا نمشي نفتشوا الحساسيه منين عند دكتور جلديه لان حبه فيتامين د ما هيش يا ميلاد دارت حساسيه والسكر احنا اعطينا رصاصي معاه بيكون حتى هو حبوب لان ممكن نعطوا حبوب ورصاصي ممكن نعطوا يباري وحبوب وممكن نعطوا كذا في رمضان لان هذا نوع اخر اللي ياخذ في باري برتقالي ورصاصي سريع وبطيء هذا نحولها في الحبوب لكن في نوع آخر اللي ياخذ في باري بس رصاصية أساس ومعها أحبوب يقعدوا الحبوب هذا كاي غنقصوا الحبوب بس إلى اللقاء يولي حبة واحدة بعد الفطور وياخذ حبة وياخذ إبرة رصاصي الساعة 12 في الليل وصلى على هادي عرفت كيف هذا هو ما في شيء تاني إلى اللقاء إن شاء الله غدا نكمل حديثنا إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.